Dan Abu Hasan Asadi ni pula ada tiga peringkat dia. Yang pertama, dia terpengaruh dengan Mu'tazilah. Yang kedua, dengan ilmu kalam. Menggunakan mantik dan falsafah untuk berhujah dengan Mu'tazilah. Yang ketiga, dia kembali ke pandangan salaf. Berpegang pada zahir ayat-ayat Quran. Ini nyata dalam kitab Ali Ibanah karangannya. Rojok kitab Quran Abu Hasan Al-Asadi, kitab Ibanah, menunjukkan bahawa dia terpengaruh di akhirnya dengan mazhab salaf. وهذا يدفع ما يقوله ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب ومن سرى وسلك هذا المسلك من أن للإمام أبي الحسن الأشعري ثلاث مراحل: مرحلة كان فيها على الاعتزال، ومرحلة كان فيها على طريقة ابن كلاب، ومرحلة ثالثة انتقل فيها إلى طريقة الإمام أحمد بن حنبل. هذا الكلام لا يصح، لا من الناحية التاريخية ولا من الناحية الواقعية. تلاميذ الإمام أبي الحسن الأشعري تلاميذه والأئمة الذين ترجموا للإمام أبي الحسن الأشعري من كبار أئمة الإسلام لم يذكروا ذلك. إذا أراد القائل بأن الإمام الأشعري رجع إلى عقيدة السلف بهذا التعريف فهذا قول باطل باختصار، قول غير صحيح. لكن إن أراد القائل أن الإمام الأشعري كان يميل إلى التأويل، يعني يقول إن قوله تعالى يد الله فوق أيديهم أطلقت وأريد بها القدرة، ثم رجع بعد ذلك وقال أثبت لله يدا هي صفة له ليست بشارحة ولا ركن، فهذا قول صحيح لا إشكال فيه. ولكن هذا ليس رجوعا من مذهب إلى مذهب، هذا من قول إلى قول في نفس المذهب. هذه طريقة أهل السنة، بعضهم يؤولون وبعضهم يفوضون، بس إذا هذا ليس رجوعا من مذهب إلى مذهب، هو ما زال سلفيا ولم يزل سلفيا، وبعض علماء الأشاعرة كثير منهم من المتقدمين والمتأخرين لم يزالوا يقولون بهذا القول، وليس في هذا خروج عن المذهب الأشعري.